وقفتنا تالية مشاهدينا عن مهرجان أنا أقرأ أو أنا عراقي أنا أقرأ الذي يقيم وسط العاصمة بغداد لنسخته الخامسة على التوالي، والذي يتبناه مثقفون عراقيون أكيد شباب في محاولة منهم لتحفيز الأوساط الشبابية العراقية على القراءة والمطالعة. تقريرنا التالي عن هذا الموضوع لنتابع. للعام الخامس على التوالي يقام مهرجان أنا عراقي أنا أقرأ على حدائق أبي نؤاس وسط بغداد، والذي يتبناه مثقفون عراقيون شباب كمبادرة خاصة بتوزيع الكتب لكل من يرغب بالقراءة، إذ يتبرع كتاب وأدباء وفنانون بكتب متنوعة قبل المهرجان، ثم ينتقي الشباب الكتب التي يرغبون بقراءتها. بلشنا يعني ببداية بفتح باب التبرع بالمتنبي بالكتب، وفتحنا باب التطوع، انضموا لنا ناشطين جدد على مود يعملون معنا في اعداد اللوجستيات، في جمع الكتب، في تعليق الفليكسات، في توزيع الدعوات بالشوارع. هذا النشاط هو نوع من التطوع، هو قائم على التطوع ابتداء من الكتب اللي نجمعها، اللي هي تبرع بها مجموعة من الأشخاص ومندور النشر والمكتبات. لم يكن المشهد الذي شهدته حدائق أبي نؤاس المطل على نهر دجلة في بغداد تجمعا ثقافيا تقليديا، فالنسخة الخامسة لمبادرة أنا عراقي أنا أقرأ حولت المكان إلى فسحة مدنية اختلطت فيها أجواء النزهة بالكتاب والموسيقى. طبعا هاي يعني أول مرة أحضر مهرجان، وشفت الأجواء حلوة، وبغداد والعراق بحاجة إلى هيك فعاليات تثقف الشباب واعي، وفقرات حلوة كانت. يجي شيء حلو يعني نطلع نشوف مباوع الكتب قديمة وجديدة وزارات حلوة، والقائمين على المهرجان هم حلو مرتبينه، شيء حلو راقي الصراحة. ويعد هذا المهرجان من أكبر المهرجانات للقراءة الجماعية في العراق، وكما يبدو إن الشباب والشابات هم الأكثر اندفاعاً في المبادرة لما لديهم من توق معرفي وإصرارهم على بناء بلد أفضل على رغم الظروف الحالية المحبطة، وهو ما يتطلب انتباه الجهات الحكومية المعنية ودعمها. لقناة الفلوج أحمد الحاج بغداد. طبعاً أكيد يفرحنا أنه نشوف هذا اللوجو اللي مكتوب عليه بالأخير أنا عراقي أنا أقرأ، وأكيد لازم نتحدث مع أحد المسؤولين في هذا الميدان كيف روج لمثل هذا النشاط ومثل هذا المهرجان، وهو مسؤول إعلام منظمة أنا عراقي أنا أقرأ الأستاذ بسام عبد الرزاق. أستاذ بسام صباح الخير ونحييك في شمس الفلوجة. صباح الخير. طبعا نبارك لكم هذا المهرجان ونبارك لأنفسنا مثل هذه الفعاليات، يعني ما سر تواصلكم في هذا المهرجان للسنة الخامسة على التوالي، وما الجديد الذي قدم في هذا المهرجان؟ هو الجديد دائما انه احنا نكسر الرقم السابق، يعني احنا في الموسم السابق كان رقم الكتب اللي تم التبرع به 12000 كتاب. نعم. هذا الموسم قدرنا نوصل الى 20000 كتاب. حلو. المحصلة دائما ان احنا تزايد اعداد الكتب، تزايد اعداد الحضور، هو هذا الشيء الابرز اللي احنا نطمح اليه. اضافة الى انه احنا ما نريد نكتفي عند يوم الفعالية هذا فقط، احنا نريد نصل ابعد من هذا، نريد نصل للمناطق النائية، نصل للمناطق في القرى العراقية حتى نوصل للكتاب. مشروع اكبر من انه فقط المجتمع في يوم واحد، على الرغم من انه هذا اليوم جدا مميز ومهم. نعم. ونحن نطالب من خلاله انه هو يكون يوم وطني، يكون يوم وطني للقراءه. نعم. طالبنا البرلمان في اكثر من مناسبه انه يشرع يوم وطني للقراءه من ضمن الايام العطل والمناسبات. نعم. حتى لو يكون في يوم من الاخبار يعني دافع ورافع للتحديث على هذا الموضوع، موضوع القراءه اليوم اصبح عامل جدا مهم. يعني اليوم مثلا على سبيل المثال بعد تحرير الموصل احنا اللي بنتلمس من اصدقائنا هناك انه عندهم عطش كلش كبير على الكتاب، خلال اشهر يعني اشهر ثلاثه اقيمت ثلاث مبادرات للقراءه في الموصل. نعم. ايضا بنتواصل معهم الان لاقامه فعاليه اخرى، يعني وإضافة إلى أحياء مكتبة الموصل بالكتب.
يعني هذا كل مرتبط بقضية الوعي. يعني اليوم أكيد. المواطن العراقي بدأ يتلمس انه المشكلة الأساسية اللي يعاني منها اللي هي قضية تدني الوعي تراجعة. نعم. المحصلة احنا اللي بنشتغل على هذا المكان هو فعلا بالحديث هو حديث سهل، لكن هو بنتحدث عنه بعمق هو في اماكن يعني يسبب حتى مشاكل. يعني انت بتصير تروح الى مناطق وتقطع من نواحيها تعرف ان هذه المناطق السمه الابرز من لها هي المخدرات. نعم. يعني بالتالي انت تواجه مشاكل كبيره. يعني بالتالي احنا اذا نقوم بدور ونتمنى انه يعني هذا الدور الدوله تنتبه اليه ايضا. يعني مساله الوعي هي راح تخلص من كثير من القضايا، يعني رفع الوعي عند المجتمع يخلص الدوله من كثير من القضايا اليوم هي من شغلة. أكيد. يعني أستاذ بسام، أنا شفت حتى باللقطات ودا شاهدها الآن كتب معلقة في الأشجار، يعني جميل هذا المنظر أنه نشوف هناك ثمرة، ثمرة لربما تعني الكثير، أنه كتاب معناها لربما الشجرة ستثمر إذا ما حملنا هذا الكتاب وتصفحنا في طياته سننتج جيل ربما واعي مثقف الكثير من الأشياء حلامسها بالحقيقة. نعم، هو التصميم الرئيسي اصلا للزوج الرئيسي هو كان شجره وتعلق عليها الكتب. نعم. يعني فضلا عن انه علقنا بالحقيقه احنا الكتب على الاشجار. انه كانت الفكره لهذا الموسم انه احنا نقطف هذا الثمار. يعني ما تكون خريف فقط، ما تكون اوراق وتروح. نعم. يعني هو الفكره هنا تدور، وهذا الكتاب اللي حصله انت اقرا 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 تختلف عن ادرس. يعني كثير من الدارسين اليوم هو يتحدثون بالطائفية، يتحدثون بالعنصرية، يتحدثون بالقضايا نعم يعني السلبية للأسف. لكن قضية اقرأ تختلف عن ادرس. اقرأ معناها وعي، معناها ارفع وعيك، معناها حاور الآخر، معناها عيش مع الآخر. يعني هذه فكرة اقرأ. نعم، جميلة جدا هي الفكرة، وجميل ما يحمله هذا المهرجان في طياته من مواضيع، من صورة تعكس واقع العراق رغم كل ما يمر به من ظروف، إنه العراقي ما زال موجود في هذه الساحة الثقافية والأدبية والفكرية، وأنتم خير دليل، ومثلتم طبعا إعلام منظمة أنا عراقي أنا أقرأ في ترويج مثل هذا الموضوع لمثل هذه القصص الحقيقية في واقعنا العراقي. شكرا لك مسؤول إعلام منظمة أنا عراقي أنا أقرأ الأستاذ بسام عبد الرزاق على طبعا حضورك وتواجدك في مثل هذا المهرجان وتبنيك مثل هذه القضايا الفكرية والثقافية. شكرا جزيلا.